السنة أول سنة أرت دبي بتشترك مع معهد مسك للفنون. معهد مسك بيقدموا معرض غير تجاري بيطلع على 50 سنة بالعالم العربي على المدن يلي هي بغداد ودار البيضاء والخرطوم والسودان والقاهرة. ففعلا الواحد بيقدر يشوف تاريخ العالم العربي بهذا المعرض. هاي أول مرة منقدم شيء غير تجاري بأرت دبي يقدروا الناس يتعلموا ويتثقفوا. عيسى ديبي بيحكي عن أعماله، بتحكي عن حرب غزة والدمار اللي صار بال 2014 وكيف شافه هو عن طريق التلفزيون، فكان التلفزيون والميديا هم الفيجوال المين فيجوال ريفرنس تاع شغله. بس الفنانة سماح شحادة عندها شغلها بيحكي عن القرى المهجرة الفلسطينية بشكل عام، القرية اللي هي كانت عايشة فيها وهي وأهلها، و كيف بترسم الصبار والإشي اللي بيضل ريمين موجود في هذه القرية.